كيف كون اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقه تحضير وجبه كتير كتير سهله، بخمس دقائق بتتحضر وكتير مغذيه وطيبه وبتشهي. بالقرايديس الروبيان البرونز. لنبلش الطريقه مع بعض. بسم الله. اول شيء عنا قرايديس بنحطهم على جنب. بالمقلاي بحط ملعقه صغيره زبده، فيكم تستبدلوا الزبده بالزيت. بندوب الزبده على الغاز. بس دابت عنا الزبده بضيف الثوم، عنا 4 حبات ثوم ناعمين. كمان بضيف ملعقه طعم كزبره، كزبره فرش او مثلجه ما في اي مشكله. بقليهم مع بعض النور. بس قليتهم حوالي دقيقتين، هلا اضيف عليهم القرايبي. رشة خفيفة من البهار الأسود، الفلفل الأسود. ضيف رشة ملح صغيرة. القرايدس انتبهوا ما بياخد معنا وقت كتير ليستوي. بعد مرور حوالي دقيقتين بنحط الغاز. هلا اخر شي بنعصر عصرة حامض على الوجه. يا سلام شكل بشهي. صاروا جاهزين للتقديم. بعتقد اسرع من هيدا الفيديو ما في. وجبة كتير مغذية ورائعة وسريعة، سهلة كتير كتير. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو. المشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.